نفس القصة بتاعت فريرة بتحصل مع مين؟ بتحصل مع مصطفى شلبي. ركز معايا لان انا 10 دقايق واقفل او 5 دقايق بالكتير واقفل. مصطفى شلبي في صحفي اهلاوي طلع امبارح على القناة الاولى المصرية بيقول ان في جهة ما دفعت التعاقد بتاع مصطفى شلبي وهي اللي مولت صفقة مصطفى شلبي. عاوز اقول له بس يا كرومب، بس يا كرومب. ليه كرومب؟ بس يا كرومب لان الزمالك هيشتري كل الصفقات دي، الوردي ونيداي ودونجا والسيسي ومش عارف عمر جابر الزمالك هيشتري كل الصفقات دي ومش هيقدر يمول مصطفى شلبي. شفت الجهل بتاعك؟ ده انت صحفي جاهل. شفت الجهل؟ شفت الفتي؟ انت جاهل بالمعلومة او عندك مقارب اخرى. لو انا مذيع كنت اقول له مين الجهة دي، انا مش هسيبك لما تقول لي مين الجهة دي لو انا مذيع شاطر. طيب جمهور الاهلي بيعمل ايه والميديا بتاعت الاهلي والسوشيال ميديا بتاعت الاهلي؟ ما قدروش ياخدوا مصطفى شلبي واتكرتوا على قفاهم في صفقة مصطفى شلبي. اتكرتوا على قفاهم في صفقة مصطفى شلبي ومرتضى منصور علم عليهم في صفقة مصطفى شلبي. فجمهور الاهلي والميديا بتاعت الاهلي والسوشيال ميديا والاعلام بتاعهم يعملوا ايه؟ مصطفى شلبي راح الزمالك، هنضرب اسفين ما بين مصطفى شلبي وجمهور الزمالك. ازاي؟ هنخلي جمهور الزمالك يقلب على مصطفى شلبي. بمعنى النهارده صفحات زملكاويه، النهارده صفحات زملكاويه طالعين بيهاجموا مصطفى شلبي. اللعيب في التمرين بيتمرن، ايه يا عم انت مكشر ليه؟ ما تضحك يا عم وتفردها، ولا انت جاي غصب عنك؟ ده صفحات زملكاويه اكلوا الطعم، شربوا الطعم اللي اصحابنا رموه. صفحة تانية تقول له انت ليه طلعت شكرت انبي وما قلتش كلمة على نادي الزمالك؟ ماشي يا مصطفى يا شلبي، نعم يا روح خالتك. واحد بيشكر فريقه القديم، قعدت معاكم، قضيت معاكم ايام سعيدة، قضيت معاكم ايام حلوة. لا، انت لازم ترمي الزمالك في النص. طب هو ايه اللي جاب سيرة الزمالك؟ هو ايه اللي جاب سيرة الزمالك؟ فاحذروا جمهور الزمالك، احذر من الفتنة بينك وبين مصطفى شلبي. مصطفى شلبي محدش ضربه على ايده وقال له تعالى يا شاطر. مصطفى شلبي محدش شربه حاجة اصفرة وقال له تعالى امضي للزمالك. مصطفى شلبي كان بيتفاوض مع الاهلي وما كانش فيه زمالك. الصفقة وقفت، بعد ما الصفقة وقفت دخل نادي الزمالك، اخذ مصطفى شلبي وكان في منافسة مع المصري. اللعيب قال لك لا العب في نادي الزمالك، واي لعيب في مصر يقول لك انا العب في زمالك او اهلي، يقول لك العب في الزمالك او اهلي، الاثنين زي بعض ما يفرقش معايا، الاثنين بياخدوا بطولات. وصلت ولا ما وصلتش؟ فاحذروا يا جمهور نادي الزمالك، احذروا من فتنة جمهور الاهلي واعلام الاهلي والسوشيال ميديا الاهلي اللي عاوزين يضربوا فيكم اسفين ما بينكم وما بين مصطفى شلبي. وبدون غرور اتحدى انك تسمع الكلام ده عند اي حد تاني. انا هدعم مصطفى شلبي وانا هقف في ظهر مصطفى شلبي، ومصطفى شلبي اصبح لاعبا في نادي الزمالك، فوجب علي الدعم ان انا ادعم مصطفى شلبي. ومصطفى شلبي افضل وينج
موجود في الدوري المصري، ما تقعوش في الفتنة زي ما صفحة او اتنين وقعوا الزحلقوا بالزحليقة، شربوا الطعم، شربوا الطعم. شير بعد اذنك الفيديو ده، بعد اذنك لو بتحب الزمالك وخايف على الزمالك شير الفيديو ده بالذات، يعني ما تشير ليش اي فيديو تاني لا سابق ولا لاحق. الفيديو ده بالذات بعد اذنك اعمل له شير، اعمل له شير على الجروبات، اعمل له لايك عشان يوصل بعد اذنك، لان ده دورك. انا ببقى عندي دور ان انا بجيب لك المعلومة الحقيقية. عمرك ما هتسمع هنا معلومة حصل عكسها، اتحدى 99% 99%. فزي ما انا بتعب حضرتك، هو مش تعب لما تعمل لايك وشير للفيديو وتوصل الكلام ده، عشان في ناس تانية هتقع فيه، وفي ناس تانية هتشرب الطعم ومش هياخدوا بالهم منه. احذروا فتنة فريرة ومصطفى شلبي، احذروا الفتنة دي. وانا اهو مرة واثنين وتلاتة، الزمالك عنده السوبر مع الاهلي، لو الزمالك اتغلب لا قدر الله ادعم فريرة، طب الزمالك اتغلب والدوري راح ادعم فريرة، كل البطولات راحت ادعم فريرة للموسم اللي بعديه. فريرة مش حاجة قيمه دلوقتي، واحد عنده 75 سنة وشغال بقاله اكتر من 49 سنة، ونجي اقيمه دلوقتي؟ مين محمد مصطفى اللي مالوش لازمة اللي يقيم فريرة؟ ابقى انا مين عشان اقيم فريرة؟ فريرة ده حاجة كده في السماء، نجمة في السماء. هو انا حاطط صورته ورايا من فراغ؟ هو انا حاطط صورته ورايا من فراغ؟ ادعموا فريرة وادعموا مصطفى شلبي، وقبل ده ادعموا مرتضى منصور ومجلس مرتضى منصور اللي ما قدروش عليه ولا هيقدروا عليه. واديكوا شفتوا، عاوزين صفقات، عاوزين اجنحة، عاوزين صدور، عاوزين وراك. ادي مرتضى منصور احسن ميركاتو اتعمل لنادي الزمالك، واحلى صفقات جت نادي الزمالك بشهادة اللي كانوا بيهاجموا مرتضى منصور. سعدت جدا بيكم، عليكم مسؤولية الفيديو ده كل جمهور الزمالك يشوفه. ازاي؟ معرفش. هنطلع تاني بعد شوية لان انا عندي اخبار تانية، هنطلع تاني بعد شوية ساعتين ثلاثة من الان، بجهز لايف تاني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، اتمنى تساعدونا وصوتنا يوصل لاكبر عدد من جماهير الزمالك، ان انا بتكلم لجمهور الزمالك. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم، مع الف سلامه.